شكرا معلقنا احمد مناع. اذا انتهت المباراه بفوز النادي الاهلي 71-64. الف من يوم مبروك فوز النادي الاهلي النهارده، مباراه القمه. النادي الاهلي النهارده قدر الحمد لله يعدي بالمباراه الى بر الامان في وقت بيعاني من نقص عدد كبير من اللاعبين. الف من يوم مبروك اللاعبين والجهاز الفني ومجلس الاداره وجماهير النادي الاهلي الكبيره اللي تابعتنا النهارده على شاشه قناه النادي الاهلي. خلينا نروح لارض الملعب وزميلنا فاروق صلاح ولقاء مع نجمنا الغائب النهارده ايهاب امين. اليك الكلمه يا فاروق. من جديد ده كل التحيه للكابتن هيثم السعيد وضيوفه الكرام وكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. مليون مبروك لفريق النادي الاهلي، مليون مبروك لكل جماهير النادي الاهلي. فوز فريق النادي الاهلي في الجوله الرابعه على فريق نادي الزمالك بنتيجه 71-64. وزي ما حضرتك قلت يا كابتن هيثم، النهارده كنا بنفتقد واحد من النجوم، كابتن ايهاب امين اللي كان حريص النهارده يكون موجود يساند ويؤازر ويدعم الفريق. النهارده موجود بانفعالاته بروحه مع الفريق. كابتن ايهاب برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. تحياتي الكابتن هيثم وضيوفه وكل مشاهدينا مشاهدي قناه النادي الاهلي. مباراه كبيره النهارده من لعيبه النادي الاهلي، النهارده كنت حريص ان تكون موجود، ودي الروح اللي دايما بنشوفها من لعيبه النادي الاهلي. طبعا في البدايه احب ارحب بكابتن هيثم السعيد وضيوفه. الحمد لله على المكسب. طبعا ماتش الاهلي والزمالك بيبقى ليه طعم مختلف، بيبقى ماتش صعب حتى لو الزمالك السيزون ده عندهم اصابات او غيابات، فماتش الاهلي بيبقى ليه طابع خاص. عملوا ماتش كبير قوي، ماتش كان صعب، الحمد لله اللعيبه كانت قد المسؤوليه، ومكسب جديد في المشوار ان شاء الله. اكيد كل الجماهير الكباتن في الاستوديو عايزين يطمنوا على حاله ايهاب امين. النهارده مباراه من المباريات اللي انت بتحب تلعبها، ليك ذكريات مع هذه المباريات، طمنا على حالتك دلوقتي يا كابتن ايهاب. فاضل قد ايه وترجع لارض الملعب؟ والمباراه النهارده بالنسبه لك اكيد يعني مباراه انت بتتمنى انت تلعبها. طبعا يعني كل الماتشات الكبيره طبعا بالذات ماتش الزمالك من اكتر الماتشات اللي بحب العبها. انا ان شاء الله يعني خلاص قربت، انا ماشي يوم بيومه مع كابتن محمد علي في التاهيل، فلسه مش متاكد هلحق انه ماتش ان شاء الله، بس ان شاء الله قريب قوي. عايز اروح بقى، يعني انا عارف ارتباطك بلاعبي كره القدم وعندنا بطوله هامه يوم الاربعاء امام الرجاء، التواصل مع اللعيبه، الرسائل اللي بتقولها اللعيبه بتقولها للجماهير. انا عارف ان ايهاب امين واحد من اللعيبه القريب من فريق كره القدم في النادي الاهلي. طبعا يمكن حسين يعني اقربهم، ولسه باعت له ان هم يعني ان شاء الله ربنا معاهم يوم الاربعاء، وكلنا بنساندهم من هنا، وان شاء الله ربنا يكرمهم ويرجعوا بالبطوله ان شاء الله. كابتن ايهاب، المباراه النهارده شفت بعض يعني في توقيتات المباراه انفعال ايهاب امين، نفسه يكون في الملعب. المباراه النهارده راحت اكتر من مره، لكن تصميم واراده لعيبه النادي الاهلي كانت هي النقطه الفيصل في هذا اللقاء. طبعا اللعيبه النهارده يعني قامت باكتر من اللي عليها. يمكن عمرو الجندي عمل ماتش كبير قوي، عايز اشكره طبعا على المجهود اللي هو عمله. عمر طارق كان بيعاني من اصابه ورجع منها، مستواه كويس جدا. سيف سمير، مش عايز انسى حد بس اللعيبه، طبعا ابو النصر كان لسه راجع من اصابه برده، مش عايز انسى حد بس اللعيبه يعني قامت بدور كبير قوي النهارده. ومهم ان احنا بعد الخساره بتاعه الماتش الاخراني ان احنا نرجع تاني على المسار الصحيح، وان شاء الله من هنا يعني نتحسن المباراه الجايه. شكرك يا كابتن ايهاب، نتمنى لك السلامه باذن الله، ترجع تاني تنور الملعب، ومنتظرين منكم الكتير خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله. شكرا شكرا كابتن هيثم. ده كان لقاءنا مع واحد من نجوم النادي الاهلي الكابتن ايهاب امين، اللي اتمنى له ان شاء الله يعود سريعا الى ارض الملعب. مبروك لكل جماهير النادي الاهلي من جديد، تعود الكلمه للكابتن هيثم السعيد. فاروق صلاح بشكرك شكرا جزيلا، لقاء مهم مع ايهاب امين اطمنا عليه، والف سلامه عليك ايهاب، نشوفك قريب في الملعب. ونروح لسالح حامد ولقاء مع احد نجوم ان لم يكن نجم اللقاء الكابتن عمرو الجندي. اتفضل يا سلام. طبعا برحب بيك يا كابتن هيثم واكيد بضيوفك الكبار في الاستوديو بكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه نادي الاهلي في كل مكان، وطبعا من صاله الامير عبد الله الفيصل. وبعد فوز النادي الاهلي على نادي الزمالك في الجوله الرابعه من المرحله الترتيبيه لبطوله الدوري السوبر، يمكن زي ما انت قلت يا كابتن هيثم بالفعل يعني معايا واحد من نجوم المباراه النهارده، ومش بس المباراه يعني عامه نجم الفريق كابتن عمرو الجندي. كابتن عمرو طبعا في البدايه برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، يعني ما شاء الله النهارده فايتر، نقدر فايتر النهارده يعني كابتن عمرو طبعا اداء يعني قوي واداء متميز منك من كل لاعبي نادي الاهلي النهارده في لقاء الزمالك. اول حاجه شكرا قوي، الله يبارك فيك. الحمد لله كان مهم جدا الماتش النهارده نكسبه. ماتش طبعا ضد الزمالك بيبقى مهم جدا للجمهور وللعيبه. خسرنا الماتش اللي فات وكنا محتاجين نبين ده دي اوف، وكان لازم يكون لينا رد فعل قوي النهارده عشان نقدر نصلح جماهيرنا عن الماتش اللي فات. والحمد لله قدرنا نموت نفسنا، ابتدينا بدايه بطيئه شويه وخدوا ليد، بس قدرنا نكافح ونفضل مع بعض لحد الاخر، لحد ما ربنا كرمنا الحمد لله خلصنا الماتش في الاخر. الحمد لله
كابتن عمرو، طبعا يمكن شايفين الروح ما بينكم وبين جميع لاعبي نادي الزمالك قبل وحتى اثناء المباراه، يعني شايفينك قبل المباراه بتسلم على كل لاعبي نادي الزمالك، كمان يعني قبل بدايه الكوارتر الرابع بتهزر يعني طبعا مع لاعب نادي الزمالك كيجو، يعني في روح كبيره جدا وروح يعني حلوه ما بينكم وما بين لاعبي نادي الزمالك. بالظبط، احنا اكيد في تنافس في الملعب بس احنا اخوات واصحاب بره الملعب. مصطفى كيجو وعمر هشام واحمد حاتم الفتره الاخيره كانوا موجودين معانا في المنتخب وكنا مع بعض يعني فتره كبيره طول الصيف. اكيد كل واحد في الملعب بيموت نفسه وعايز فريقه يكسب وجمهوره يفرح، بس في الاخر يعني ما احنا اخوات واصحاب يعني مفيش بينا اي مشاكل. بس وانا بقول لهم هارد لك النهارده، عملوا ماتش كبير و بس. كابتن عمرو، يمكن طبعا بعد مباراه مصر للتامين شفنا يمكن مستر اجاستي ايبوش يعني قرر انه يعني انتوا تواصلوا التدريبات بشكل طبيعي من غير راحه عشان تستعدوا بشكل قوي لمباراه الزمالك، ازاي ان شاء الله يا كابتن تستعدوا للمباريات القادمه يعني بعد مباراه النهارده؟ طبعا بعد ماتش التامين الكوتش اتكلم معانا واحنا كنا ماشيين فتره كبيره ما خسرناش. الراجل الصراحه عاملنا نفسيا كويس جدا وحضرنا كويس لماتش الزمالك، والحمد لله قدرنا النهارده نكسب. احنا بكره الثلاث بيبقى اجازه وعندنا اربع وخميس تمارين عشان عندنا الجزيره يوم الجمعه، وان شاء الله دلوقتي تفكيرنا خلاص يعني ماتش الزمالك اتقفل. في الماتشات دي بنلعب ماتشين في الاسبوع، دلوقتي بنفكر خلاص نفرح النهارده ومن بكره نبتدي نفكر في الجزيره ان شاء الله عشان نقدر نكسب الماتش الجاي. كابتن عمرو، طبعا بتمنى لكم التوفيق الفتره الجايه ودايما تفرحوا جميع جماهير النادي الاهلي. كابتن، شكرا ليك وشكرا لكابتن الاهلي وكابتن هيثم، وان شاء الله نقدر نفرح جمهورنا على طول الفتره الجايه ان شاء الله. شكرا ليك. ميرسي يا كابتن. كده طبعا كان لقائنا يا كابتن هيثم مع واحد من نجوم مباراه اليوم زي ما حضرتك قلت، يعني النهارده مش بس يعني في مباراه النهارده، يعني يمكن دايما طبعا عمرو الجندي واحد من نجوم الفريق، والان العوده مره اخرى للاستوديو. طبعا الكلمه ليك يا كابتن هيثم، تفضل. سلام حامد، بشكرك شكرا جزيلا، واللقاء مع كابتن عمرو الجندي نجم اللقاء النهارده. يمكن هو تومسون تشارك نجوميه الماتش النهارده وتحمل عبء كثير النهارده خاصه في الناحيه الهجوميه. خلينا نروح لزميلنا فاروق صلاح ولقاء مع المدرب العام الكابتن احمد الجرحي. اليك الكلمه يا فاروق. من جديد ده بجد التحيه بالكابتن هيثم السعيد وضيوفه الكرام وكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. دور كبير بيقوم به الجهاز الفني في النادي الاهلي يعني على مدار الفتره الماضيه، فوز ببطوله منطقه القاهره ثم البطوله العربيه وبطوله المرتبط. انا معايا بها في هذه الاثناء الكابتن احمد الجرح المدرب العام للنادي الاهلي. كابتن احمد، النهارده مباراه كبيره بني فيها شخصيه لعيبه النادي الاهلي، مهم جدا بعد الهزيمه والخساره الاخيره امام مصر التامين، عالجتوا الامور سريعا النهارده، بانت شخصيه لعيبه النادي الاهلي، كانت مباراه ليها اكثر من اهميه، ليها نقاط كتير جدا على النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم، الله يبارك في حضرتك. طبعا مبروك لجمهور النادي الاهلي ولاعيبته وجهازه ومجلس ادارته. طبعا انت عارف مباراه اهلي زمالك دايما بتبقى بطوله خاصه، ديربي خاص. الحمد لله قدرنا نفرح الجمهور النهارده، عارفين ان في دروب شويه في المستوى وده ليه اسبابه، مش ما تقدرش انت تقول حجج، بس طبعا ليه اسباب. وطبعا انت الموسم بتاعك بادئ بدري، يمكن انت ونادي الاتحاد السكندري في البطوله العربيه، طبيعي اي فرقه بتمر بمرحله ان الكيرف بينزل شويه. في اصابات مؤثره عندنا زي ايهاب امين واحمد حمدي، ظروف اسريه، ومروان سرحان اصابه، ثلاثه مؤثرين جدا في اداء الفريق، يمكن لو موجودين ممكن يبقى الشكل مختلف تماما. الحمد لله النهارده كان المكسب اهم من الاداء شويه، يمكن الاداء النهارده في وجهه نظري يعني ما يرتقيش اكتر من متوسط، ده مش اداء النادي الاهلي، ادائنا احسن من كده بكتير. لكن طبعا الهزيمه بتاعت المباراه الاخيره طبعا كانت حاطه ضغوط عليك والضغط عليك اكتر ان انت هتلعب ديربي اهلي زمالك، فالحمد لله ان ربنا كرمنا النهارده وقدرنا ان احنا نطلع بالمكسب. مباريات الاهلي والزمالك دايما بيبقى الشغل النفسي اكتر من الشغل الفني، اكيد اشتغلتوا على الشغل النفسي مع اللاعبين، اهميه هذا المباراه خاصه ان هي اول مواجهه ما بين مستر جوستي بوش مع نادي الزمالك. والله هو بالنسبه لمستر جوستي الموضوع مش فارق خالص، لان هو راجل محترف، وجوده في الزمالك وجوده في الاهلي هو بيأدي شغله، ما كانش انا ما حسيتش خالص ان في لود عليه او ان هو مضغوط زياده في الماتش ده خالص، يعني نفس التحضيرات نفس الروتين اللي بنعمله قبل الماتشات، نفس الفيديو ميتنج اللي بيحصل. لكن هو طبعا احنا اكتر بقى كنا حاسين بالديربي لان احنا عشناه كتير. هو عاشه السنه اللي فاتت، الحمد لله يعني النهارده اللعيبه ادت بنسبه معقوله التعليمات اللي كانت متقاله. زي ما قلت لك الاصابات ممكن تكون فارقه شويه في الاداء لان اللعيبه مهمه جدا مش موجوده، لكن اللعيبه اللي موجوده يعني وفت يعني بالمطلوب من الفريق، وفي لعيبه طبعا اكيد مستواها اعلى من كده، مستواها طبعا هيرجع الايام اللي جايه اكتر، ده امر طبيعي.
كل اللي عايز بس ان الناس تساند الفرقه، تساند الجهاز، تساند مايكل تومسون. سمعت كلام كتير قوي عن ان مايكل هيتغير، ان في لعيب تاني مضى، ان حصل الكلام ده. الكلام ده ما فيش اي وجود لي، ولا يعني الكلام ده بنسبه 100% غير صحيح حتى اللحظه اللي انا بكلمك فيها دي. مستر اوجوستي ما خدش اي قرار في اي حاجه من الكلام اللي بيتكتب ده. الكلام ده لو انت بتحب النادي الاهلي انت كده بتضره، وانت مش عارف، لان انت دلوقتي بتتكلم على لعيب ان هيتم تغييره، وان لعيب جاي مكانه في يوم مباراه اهلي زمالك، والنفسيا اللعيب ده يلعب ازاي. ودلوقتي السوشيال ميديا مخليه كل الناس عارفه ايه اللي بيتكتب وايه اللي بيتقال، ومش مش هنغفل ان هي اكيد متشافه السوشيال ميديا. فطبعا انت لو انت بتحب فرقتك وبتحب ناديك، ما ينفعش ان انت يوم الماتش تكتب ان اللعيب ماشي ومش اللعيب ماشي. يعني اللعيب هيلعب ازاي؟ هيلعب ازاي اللعيب؟ طبعا وهو لعيب كويس، ممكن بيحصل هبوط في مستواه وصعود، لكن هو مريح الكوتش في السيستم بتاعه. صاحب القرار الوحيد هو المدير الفني، ان هو في تغيير اللعيب من عدم تغييره. طبعا بيستشير الجهاز الفني كله، فالكلام اللي مكتوب ده عالي تماما من الصحه. كابتن احمد، يعني قلت نقطه مهمه جدا واتكلمت، قلت انت مش راضي عن الاداء النهارده، لكن في النقاط الايجابيه اللي شفتها النهارده في المباراه، استغلال الرميات الحره، ودي من اعلى المباريات اللي النادي الاهلي استغل فيها الرميات الحره، كانت النهارده نقطه فاصله في المباراه. يمكن احنا مركزين على الموضوع ده، ان احنا دايما كنا حاسين ان احنا نسبه الفاول شوتنج عندنا مش كويسه، فدايما بيحصل تمارين عليها في اخر التمرين، والحمد لله يعني النسبه النهارده كانت معقوله وفي احسن ان شاء الله. اكيد طبعا مش هكون راضي عن الاداء، لان ده مش ادائنا. الاداء بالنسبه لي يعني النادي الاهلي المفروض اداؤه يرتقي لمستوى الاداء اللي كان موجود في البطوله العربيه وفي نهائي المرتبط، بس انا زي ما بقول لك ده امر طبيعي، ان دايما في وسط الموسم بيحصل انخفاض شويه في المستوى. مفيش فرقه بتفضل ماشيه على خط واحد، لازم بيحصل الكيرف بينزل وبيطلع. اهم حاجه ان الكيرفك يبدا يطلع في شهر 4 و5 اللي هم البيست اوف 5 بقى، اللي هو بيبقى حسم بطوله دوري السوبر ودوري وكاس مصر. وان شاء الله احنا مخططين لده كويس، والاصابات واحده واحده هترجع لنا. ممكن الاسبوع الجاي ان شاء الله ايهاب يبقى معانا، مروان قدامه شويه، حمدي ان شاء الله يعني قريب ان شاء الله باذن الله يرجع. فان شاء الله باذن الله كلنا يعني ثقه في الفريق وفي الجهاز، ان شاء الله يفرحوا الجمهور السنه دي بكل البطولات اللي يخشوها. ده ما فيش حد بيوعد طبعا ببطوله او بمكسب، لان دي في علم الغيب، لكن ان شاء الله باذن الله هنعمل اللي علينا وهنقتل نفسنا وموت نفسنا في الملعب عشان نفرح الجمهور باذن الله. كرك يا كابتن احمد، وبالتوفيق في المباراه اللي جايه باذن الله. ان شاء الله، ميرسي، شكرا. كابتن هيثم، ده كان لقانا مع الكابتن احمد الجارح المدرب العام لفريق النادي الاهلي، اتكلم في نقاط مهمه جدا واتكلم ووضح وكلام كتير جدا يعني ويتم يعني اثارته خلال الفتره الاخيره على السوشيال ميديا. كل التوفيق طبعا لفريق النادي الاهلي في المرحله القادمه. من جديد تعود الكلمه للكابتن هيثم السعيد. فاروق صلاح، بشكرك شكرا جزيلا. ده كان لقائنا مع الكابتن احمد الجرحي، وكالعاده بيعهدنا طبعا بصراحته وبيحطنا على الموقف انه طبعا الفرقه ما كانتش في احسن حالتها، بس بيوعد ان شاء الله جماهير النادي الاهلي باذن الرحمن النهارده انها ترجع لسابق المستوى اللي احنا واخدين عليه، وان شاء الله باذن الله احنا كلنا ثقه في الجهاز الفني واللاعبين. خلينا نروح لسالة حامد زميلتنا من ارض الملعب، ولقاء مع احد نجوم الفريق احمد مهيب. اليك الكلمه يا سالة. بشكرك طبعا جدا يا كابتن هيثم، واكيد برحب بيك مره ثانيه وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وبالفعل يا كابتن هيثم، يعني في هذه اللحظات معي واحد من نجوم مباراه اليوم، كابتن احمد مهيب. كابتن احمد، طبعا في البدايه برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، وطبعا اداء يعني قوي ومتميز من كل لاعبي النادي الاهلي النهارده. يمكن انتوا كنتوا عايزين تصالحوا يعني جماهير النادي الاهلي بعد طبعا خساره اللي كانت امام يعني مصر التامين. اولا بحيي كابتن هيثم وضيف الكرام، يعني الحمد لله على مكسب النهارده. زي ما بتقول يا سالة، فعلا الماتش اللي فات يعني ربنا ما اردش ان احنا نكسب، صالحنا جماهير نادي الاهلي النهارده الماتش. يعني كنا بنامل ان الاداء يبقى احسن من كده، بس الحمد لله ان احنا قدرنا في الاخر نحسم الفوز لصالحنا، يعني الحمد لله. كابتن مهيب، طبعا يعني خليني برضو اسالك، يعني يمكن سالت كابتن عمرو على الروح الكبيره والروح الحلوه اللي كانت ما بينكم وما بين جميع لاعبي نادي الزمالك، يمكن طبعا عشان انتوا دايما برضو مع بعض في منتخب مصر، فشفنا في روح حلوه جدا منكم كمان قبل بدايه المباراه. والله الحمد لله، يعني الروح دي موجوده مع كل اللعيبه، احنا كلنا اخوات نادي الزمالك، كل الانديه يعني، وده اللي المفروض يبقى ما بين كل الناس يعني. فالحمد لله النهارده الماتش عدى على خير، الحساسيات اللي بتبقى ما بين الفرقتين، بس الحمد لله الماتش مشي عادي ومفيش اي شداء ولا اي حاجه، بس يعني الحمد لله.
كابتن مهيب، طبعا شايفين منكم استعدادات كبيره جدا، يمكن مش بس يعني الايام دي، يمكن على مدار يعني الموسم من ساعه ما ابتدى شايفين استعدادات منكم كبيره جدا. يمكن فرحتوا جماهير النادي الاهلي يعني بعد ما حصلتوا على اول ثلاث بطولات في الموسم، يعني ان شاء الله ازاي هتستعدوا للفتره القادمه وطبعا بقيه المباريات في بطوله الدوري؟ والله الحمد لله الثلاث بطولات اللي احنا خدناهم، وده بيحط علينا بريشر ان احنا لا لازم كل البطولات ان ناخدها ان شاء الله. الماتشات دي يعني بتجهزنا ان شاء الله للفاينلز، بنلعب ماتشين في الاسبوع وده طبعا مش قليل خالص، بنريح يوم واحد في الاسبوع. كل ماتشات جامده من الاول لحد يعني الثمان فرق كلهم كله بيكسب بعض، فده بيحط بريشر علينا، بس الحمد لله ان احنا بنقدر نكسب الفرق كلها واحده واحده، وبناخد ستيب باي ستيب ان احنا نجهز ان شاء الله للفاينلز يعني. ان شاء الله كابتن احمد، طبعا بشكر حضرتك جدا وبتمنى لكم التوفيق طبعا الفتره القادمه، ودايما تفرحوا جميع جماهير النادي الاهلي. شكرا ليكي وشكرا لقناه النادي الاهلي. شكرا. طبعا يمكن ده كان يا كابتن هيثم لقائنا مع كابتن احمد مهيب، واحد من نجوم اللقاء اليوم، وكمان معانا النهارده يعني او دلوقتي واحد ايضا من اللقاء نجوم اللقاء اليوم، المحترف الامريكي مايكل تومسون. مايكل تومسون، first of all let me welcome you on our اهلي تي في channel. Great performance from you and all the players today in الاهلي ان الزمالك ماتش. Thank you. It was a really good game. We worked really hard. We know we lost the last game to insurance, so we wanted to come out and protect our home court. طبعا يا كابتن هيثم كان بيقول انه يعني عارف انه المباراه النهارده كانت يعني ممتعه، وان هم قدروا يحققوا يعني فوز مهم على نادي الزمالك طبعا بعد الخساره امام نادي مصر للتامين، عشان طبعا يحافظوا على مكانتهم في بطوله الدوري. مايكل تومسون، also I want to talk about the next step, the next matches, how you're gonna prepare for the next matches. The same way, we will continue to work hard, watch film and correct our mistakes and continue to work hard and play together. طبعا بيتكلم عن استعداداتهم للفتره القادمه، وبيقول ان هم يعني ان شاء الله يعني هيشتغلوا بشكل قوي الفتره القادمه، تدريبات قويه، تدريبات متواصله طبعا يعني عشان يعني يفوزوا بجميع المباريات الفتره القادمه. مايكل تومسون، وي سو ذات ذا لاست دايز ذا لاست بيريود مايكل تومسون بيرفورمانس وازنت فيري جود ان ذا اولد ماتشز، بس توداي وي سو ذات مايكل تومسون فيري جريت بيرفورمانس اند هي could or he can make all the Ahli fans happy from his performance today. Oh, when I play to win and to help my teammates. I'm not playing to try to make fans happy. I'm going to do what I feel is necessary on the court, whether that's scoring, passing the ball, playing defense. I play for my team and the coaching staff, no one else. طبعا يمكن بيتكلم عن ادائه الفتره القادمه، وبيقول ان هو يعني الحمد لله قدر ان هو يعني الـ 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 اداؤه يعني النهارده كان اداء جيد مع جميع لاعبي النادي الاهلي، وان هو دايما يعني بيحسن طبعا من ادائه عشان يساعد زمايله في الفوز في جميع المباريات يعني، وكمان عشان يفرح جميع جماهير النادي الاهلي. مايكل تومسون، ثانك يو سو ماتش فور ذس انترفيو اند اي هوب اول ذا سكسس اند هابينس اند ايفرثينج فور يو ذا نيكست بيريود ذا نيكست تايم. ثانك يو سو ماتش. شكرا. شكرا. ثانك يو. كده طبعا كان لقائنا يا كابتن هيثم مع المحترف الامريكي مايكل تومسون، اللي طبعا كان بيكلمنا عن يعني ادائه في المباراه اليوم، وكمان يمكن متواصلين معاك يا كابتن هيثم يعني في لقاءاتنا النهارده وفي تغطيتنا الخاصه وحصريه على شاشه قناه النادي الاهلي، وكمان يعني معنا في هذه اللحظات الكابتن علاء زهران والكابتن عمرو زهران، طبعا ابنه كابتن علاء زهران عضو مجلس اداره اتحاد كره السله السابق وواحد من نجوم يعني كره السله في النادي الاهلي. يعني الكابتن علاء طبعا في البدايه برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، واكيد برحب كمان بعمرو، تعالى يا عمرو. واكيد برحب طبعا بابنك عمرو. اهلا بحضرتك واهلا بكابتن هيثم السعيد بقناه النادي الاهلي، بضيوف الكرام اللي موجودين هناك، سلامي ليهم كتير، ودايما ده اللي تعودناه من قناه النادي الاهلي ان هي موجوده في كل حدث يعني. كابتن علاء طبعا احنا شايفين حضرتك النهارده كنت حريص على ان انت تكون متواجد في مباراه اليوم، وطبعا تدعم عمرو وتشجعه وكمان تدعم جميع يعني لاعبي النادي الاهلي في الفريق. هو طبعا بلا شك طبعا بدعم عمرو، بس اولا احنا بندعم النادي الاهلي كلنا، اهم حاجه عندنا النادي الاهلي يكسب. ربنا يكرم عمرو ان هو يكون سبب من اسباب الفوز للنادي الاهلي. اي حد من ابناء النادي الاهلي يساهم في فوز فرقه الباسكت كلنا بنرفع له القبعه ونبقى كلهم سبورت في ظهره يعني. كابتن علاء، شايف حضرتك النهارده جميع لاعبي النادي الاهلي ازاي، وشايف المباراه النهارده ازاي، وكمان يمكن بنلاحظ ان مستر اجاستي بوشي الفتره الماضيه ان هو بيصعد يعني لاعبي النادي الاهلي من قطاع الناشئين، بيعتمد عليهم بشكل كبير زي ما حضرتك قلت، ما اعتمد على عمرو النهارده في المباراه، وعمرو كمان قدم اداء مميز جدا طوال المباراه.
والله هي شجاعه من كوتش جوستي ان هو بيعتمد دايما على الناشئين. ما يعني انا شايف ان كل اللعيبه في مصر كلهم قريبين من بعض والمستوى كله متقارب. هو عنده الشجاعه ان هو يدفع باللعيبه الناشئين. انا شفت في بطوله القاهره كان دفع بعمرو وكان دفع ببيبو برضو ابني برضو. النهارده هو محمود وليد موجود، بيدو موجود، فدي شجاعه من اجوستي ان هو يدفع بالناشئين، وده اللي احنا بنتمناه دايما من المدرب. لازم اولاد النادي يكونوا موجودين ولازم تدفع بيهم عشان يكتسبوا ثقه، لان انت هتحتاج لهم، هتحتاج لهم بكره. الاولاد دول هيكبروا هيبقوا هم الاساس والدعامه للدرجه الاولى. بالفعل يا كابتن عمرو، بابا موجود النهارده وكان طبعا بيدعمك في المدرجات، قال لك ايه قبل الماتش النهارده؟ قال لي زي كل ماتش ركز اعمل عليك، كل واحد في الفرقه بيعمل شغله، وانا كان شغلي المحترف النهارده امسكه كويس ما يجيبش سكور زي كل ماتش هو بيعمله في الفرقه الثانيه بس كده. دايما كابتن علاء بينصحك بايه يا عمرو؟ العب زيه يعني المفروض بس. لا والله انا دايما بقول لعمرو يعني دايما يخليه مع ربنا، دايما يصلي ودايما يجتهد في تمرينه وربنا يوفق في الاخر. من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فطول ما انت بتعملي الشغل بتاعك ربنا هيوفقك باذن الله على طول. عمرو طبعا كلمني عن ادائكم النهارده قدام نادي الزمالك، يمكن طبعا في الاول يعني التوفيق ما كانش مع النادي الاهلي، ولكن قدرتوا ان انتوا في الكوارتر الثالث والرابع طبعا يعني تتفوقوا على نادي الزمالك. طبعا كل عارف ان ده ماتش مهم، اهلي وزمالك ماتش ديربي يعني كل الناس بتتفرج عليه، فكنا قبل الماتش مجهزين له قبلها بيوم كمان، وكنا عارفين ان الماتش صعب مش هيخلص من الاول. مسكنا في فرصه فضلنا نمشي معاهم واحده واحده لغايه ما عملنا عليهم ليد وكسبناهم في الاخر. طبعا يا عمرو بتمنى لكم التوفيق الفتره اللي جايه، واكيد بشكر حضرتك جدا طبعا يا كابتن علاء، ميرسي جدا لحضرتك. خليكي بس انا حابب برضو اوجه شكر لمجلس اداره النادي الاهلي وقطاع النشاط الرياضي في النادي الاهلي. كان في قرار بالنسبه لحضور الجمهور في ماتشات الاهلي والزمالك، كان قرار مجلس اداره بعدم حضور اي حد من الجمهور. انا النهارده اتفرجت على الماتش من داخل الصاله، فعلا ما كانش في زي ما هم كانوا متفقين 20 فرد بالظبط واقل من 20 فرد، فانا بحترم مجلس الاداره وبحترم النشاط الرياضي ان هم بينفذوا الكلام ده. شكرا. ميرسي جدا يا كابتن علاء، ميرسي جدا يا كابتن عمرو، ميرسي. كده طبعا يا كابتن هيثم كان لقائنا مع الكابتن علاء زهران، طبعا واحد من نجوم النادي الاهلي السابقين، وطبعا ايضا يعني عضو مجلس الاتحاد لكره السله السابق، واكيد ابنه عمرو زهران لاعب النادي الاهلي. اكيد بشكرك جدا يا كابتن هيثم، والان العوده مره اخرى للاستوديو. سالة حامد بنشكرك شكرا جزيلا، ولقاء مع الكابتن الكبير علاء زهران نجم النادي الاهلي السابق وابنه طبعا عمرو زهران اللي بيلعب في الفريق واجيال بيسلم اجيال، وهو ده النادي الاهلي يا كابتن علاء. وخليني اقول ان احنا نتمنى ان شاء الله زمن النادي الاهلي كان هنا ملتزم باللوائح والقوانين وحضور 25 فرد بالتمام والكمال المذكورين في قائمه الاتحاد المصري. نتمنى ان شاء الله يكون كل الالتزام من كل الانديه بهذا الشكل، حتى يعني تقام المباريات في شكل يعني ودي وفي شكل جميل، يعني ما يبقاش في اي مشاكل زي اللي حصلت اللي فاتت. خلينا نروح لزميلنا من ارض ملعب فاروق صلاح ولقاء مع عمر عزب احد ايضا نجوم الفريق ونجوم اللقاء اليوم. اليك الكلمه يا فاروق. جديد بجد التحيه بالكابتن هيثم السعيد وضيوف الكرام كباتن مصر. عقب نهايه اللقاء بينضم لنا واحد من نجوم المباراه، وزي ما حضرتك قلت يا كابتن هيثم واحد من نجوم النادي الاهلي هذا الموسم، كابتن عمر عزب. كابتن عمر، موسم هو الاول ليك مع النادي الاهلي، ثلاث بطولات، بطوله منطقه القاهره، بطوله العربيه، وبطوله المرتبط، لكن عمر عزب تحسه مولود جوه النادي الاهلي، سريعا اندمج مع الفريق، كلها عوامل سهلت على عمر عزب السنه الاولى ليه مع النادي الاهلي. طبعا انا في الاول بحب اشكر كابتن، يعني ارحب بكابتن هيثم وضيوفه طبعا، وبحب اشكر يعني الدعم اللي قناه الاهلي بتعمله ده. طبعا دي حاجه انا يعني بتديني دعم في الملعب، بتديني سبورت. الحاجه هي السيزون الحمد لله ابتدى كويس جدا، احنا مركزين في البطوله الاول الحمد لله خلصنا كويس، بعد كده الثانيه بعد كده الثالثه، فده طبعا احنا مركزين في حاجه فدلوقتي احنا يعني في الدوري مركزين في الدوري ماتش بماتش. احنا يعني للاسف خساره الماتش اللي فات ده طبعا يعني احنا كان دي اوف، مش حاجه مش بايدينا الحمد لله، وعدت قفلنا الصفحه، استعدينا كويس قوي للماتش ده. الماتش ده يعني احنا بنعتبره ان احنا بنديه للجماهير طبعا، ماتش ديربي ماتش اهلي وزمالك، فاحنا مركزين جدا. كان في طبعا اخطاء النهارده خلت الماتش قريب، بس احنا الرجوله والروح الفانيلا الحمراء طبعا دي يعني غطت على كل الحاجات الثانيه، فدي الحمد لله اللي خلتنا نكسب الحمد لله. كابتن عمر، ايه اللي اختلف في استعدادكم للمباراه لهذه المباراه عن المباراه اللي فاتت؟ انتوا كلاعبين كجهاز فني كنتوا بتكلموا بعض، اكيد اختلف الاستعداد النهارده، خاصه ان هي مباراه من المباريات المهمه جدا لجمهور النادي الاهلي. طبعا هو يعني مباراه اهلي وزمالك ده ديربي معروفه، يعني احنا طبعا استعدينا جامد جدا، احنا مستعدين كل ماتش، يعني احنا كلنا بنركز في ماتش ماتش الحمد لله، بس الماتش ده بالذات احنا كنا عايزين نكسبه،
ونفرح الجماهير طبعا ونطلع كل اللي عندنا 100%. كان في اخطاء طبعا، كان شويه كانت قافله شويه يعني، بس الحمد لله ربنا كرمنا عملنا اللي علينا بزياده كلنا، الجهاز طبعا كلنا الحمد لله ربنا كرمنا الحمد لله. مستر جوستي بوش، ايه اللي اختلف يعني كلامه معاكم قبل المباراه ديت؟ قال لكم ايه قبل المباراه؟ هو برده عارف قيمه المباراه بالنسبه للاهلي والزمالك، وقال لكم ايه بعد المباراه؟ طبعا قبل المباراه ده انا طبعا حماس جدا، شجعنا جدا، كلنا اللي بيغلط بيشجعوا الراجل بصراحه، واقف في ظهرنا كلنا حتى بعد الخساره اخر ماتش. لا هو ما عادي، قال صلح لنا اخطائنا، ما مزعقش لحد جامد، لا هو زعق لنا، ادانا دفعه، ادانا روح، والروح باينت في الملعب. احنا كلنا الحمد لله بنطلع 100% اقصى ما عندنا، حتى لو مفيش توفيق لا احنا بنلعب بروح، فده اللي بيعمل شكل الحمد لله كويس الحمد لله. بعد المباراه قال لك ايه يعني؟ اجتمع معاكم بعد المباراه، اكيد المرحله اللي جايه مرحله مهمه جدا، ايه ابرز النقاط اللي قالها لكم بعد المباراه؟ هو طبعا بعد المباراه قال لنا طبعا المكسب جميل، انتوا قدمتوا اللي تقدروا تعملوه، قال لنا في منظر كان ممكن يتقدم احسن من كده، وكان عايز طبعا، هو مفيش مدرب، كل المدربين مش عايزين اخطاء خالص، ودي طبعا حاجه صعبه جدا، بس طبعا هو قال لنا يعني شكرنا على مجهودنا، وقال لنا مبروك الفوز، ده فوز طبعا ما ينفعش نخسر ماتشين ورا بعض ابدا في حياتنا، دي طبعا حاجه انا بحترمها، اللي هي المينتاليتي دي طبعا حاجه يعني هو ماشي بيها، فده الحمد لله بينعكس علينا في الملعب، بيخلينا نطلع اللي عندنا كله. عمر عزب في اول سنه في النادي الاهلي، عايز يقول للنادي الاهلي، عايز يقول لجماهير النادي الاهلي انطباعك وانت خلاص عشت جوه النادي الاهلي، امور اكيد اكتشفتها جوه النادي الاهلي تفرق كتير جدا مع عمر عزب. طبعا انا يعني في الاول، اول ما جيت النادي حسيت ان انا الفرقه مش غريب يعني، الحمد لله كابتن الفرقه مدير جرحي، الفرقه كلها دخلوني في الفرقه على طول، حسيت ان انا مش غريب، حسيت ان انا في بيتي يعني، دخلت بيتي، فده طبعا اداني راحه ان انا العب، ولسه طبعا عندي اكتر وحدي اكتر للنادي الاهلي، بس خلاني العب مستريح، خلاني اطلع كل المجهود اللي عندي، خلاني احب النادي الاهلي، فده طبعا والجماهير طبعا دعمهم على طول، ده طبعا يعني هو في ظهري حتى وانا كويس وانا وحش يعني، الحمد لله ده اللي مخليني اطلع اللي عندي كله الحمد لله. شكرك يا كابتن عمر، اتمنى لكم التوفيق، والجماهير مستنيه منكم كتير خلال الفتره اللي جايه. ميرسي جدا. كابتن هيثم، ده كان لقانا مع الكابتن عمر عزب لاعب فريق النادي الاهلي، وكده بننهي يعني تغطيتنا اللي كانت على مدار اليوم على شاشه قناه النادي الاهلي، والختام كان ختام بفوز رائع لفريق النادي الاهلي لكره السله او رجال السله على فريق نادي الزمالك بنتيجه 71-64. اعتقد جمهور النادي الاهلي النهارده استمتع بوجبه كرويه دسمه يعني، تقدر تقول بدءا من مباراه الكره الطائره والفوز على سبورتنج، ثم فريق كره السيدات والطائره ايضا، والفوز على فريق هليوبلس، والختام بالفوز على فريق الزمالك. يوم اكثر من رائع يا كابتن هيثم، مجهود كبير جدا حضرتك بذلته طبعا على مدار اليوم، وايضا كل الفريق العمل الموجود معنا في قناه النادي الاهلي النهارده على مدار اليوم، طبعا انا بشكرهم من خلالك ومن خلال قناه النادي الاهلي، ودايما نكون عند يعني حسن ظن جمهور النادي الاهلي. من جديد تعود الكلمه للكابتن هيثم السعيد. فاروق صلاح، بشكرك شكرا جزيلا، بشكرك الحقيقه من كل قلبي انت وسالا حامد على المجهود الرائع اللي انتم بذلتوه، بشكر كل طاقم قناه النادي الاهلي اللي في الملعب اللي ساعد النهارده في تقديم هذه التغطيه بالشكل الذي يليق به. فاصل اعزائي المشاهدين، ونرجع نكمل بعد الفاصل تغطيتنا المستمره لفوز النادي الاهلي في مباراه الديربي في كره السله 71-74، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وكالعاده يوم حافل الحمد لله، انتهى نهايه سعيده بفوز النادي الاهلي طبعا بمباراه القمه. كابتن سلعاوي، الف مليون مبروك النهارده، بالتالي كنا محتاجين المكسب ده يا كابتن. احنا كنا محتاجين المكسب ده، فبنقول مبروك للنادي الاهلي وجمهوره ومجلس ادارته ونشاط رياضي وكل يعني كل من له صله بكره السله، وهارد لك نادي الزمالك طبعا، اديت ما عليك وعملت مباراه جيده، ولكن الحمد لله النادي الاهلي كسب. لكن في بعض الحاجات اللي احنا عايزين ننوه عليها بسرعه، المباراه بالنسبه لينا احنا ليس مش جيده او يعني ما ارتقتش لممتازه، او ما احنا طموحنا زاد بعد البطوله العربيه. وبعد دوري المرتبط فطموحنا زاد، فالمباراه دي عباره عن ان احنا خرجنا من الخساره اللي فاتت وقدرنا نقف على رجلينا. في اشياء سلبيه واشياء ايجابيه، الاشياء السلبيه عندنا النهارده ان الفاست بريك كان بطيء جدا، احنا اسرع من كده المفروض،
وان ده بيعتبر مفتاح من مفاتيح الفوز. نعم. والحاجات الكويسه برضو من الايجابيات استغلال الرميات الحره، احنا كانت مشكله بتقابلنا في الاعوام الماضيه. صحيح. هي الرميات الحره. نعم. لكن الحمد لله بدانا طبعا تومسون نجم اللي هو عمرو الجندي نجم متالقين. نعم. وده لا يقلل من الباقي، الباقي كله قد ما عليه في حدود اكيد اكيد. كابتن اسلام الف مبروك. الله يبارك فيك كابتن هيثم، مبروك طبعا لمجلس اداره النادي الاهلي والنشاط الرياضي وجماهير النادي الاهلي، فوز مهم جدا جدا جدا. سريعا كده الفوز بتاع النهارده، هاخد من كلام احمد الجرحي شويه وانا موافقه تماما ان النتيجه كانت اهم من الاداء، لان احنا فعلا الاداء النهارده فنيا غير راضيين عنه تماما، انما كان مهم جدا الفوز يرجعك تاني بعد خساره، يخليك تركب الزمالك نفسيا. على فكره فوز النهارده ما غيرش حاجه في ترتيب جدول الدوري، الجزيره زي ما هو متصدر لان هو فاز على التامين، الحاجه الوحيده اللي غيرت بس ان التامين والاتحاد غيروا مراكزهم، ده الرابع ده الخامس بقى ده الخامس ده الرابع. انما الجزيره والاهلي اول تاني، فالفوز مهم لكن ما غيرش حاجه في الترتيب. ولكن كنت عايز برضو اخد من كلام احمد الجرحي حاجه فيما يخص تومسون المحترف بتاعنا، قد مباراه. انا كنت قايل في اول الماتش خالص ان هو مش سكور او النهارده هو يعني هو العادي بتاعه من 10، لا النهارده عمل جيم هايل جدا. والحته اللي قالها كابتن احمد الجرحي بخصوص موضوع السوشيال ميديا والكلام على المحترف والتغيير والكلام ده، طب انت فعلا انت كده بتدور الفرقه، طب النهارده هو عمل جيم هايل جدا وكان من اهم اسباب الفرقه انها تكسب. نعم. هتقولوا ايه؟ سيبوا الناس تشتغل، سيبوا الناس تشتغل، وهو عمل جيم هايل جدا وكان من اهم اللعيبه اللي حققت الفوز، كان سبب فوز النهارده. صحيح يا كابتن سامي، اشكرك. كابتن خالد الف مبروك. الف مبروك لجماهير النادي الاهلي والفريق النادي الاهلي، الحمد لله كان ماتش مهم النهارده، كان ماتش مهم معنويا جدا بعد الخساره الماتش اللي فات طبعا، عشان خاطر الفرقه الكيرف بتاعها يبتدي يطلع تاني بعد الدروب اللي حصل. في مكاسب كتير النهارده حصلت في الجيم، منها تومسون طبعا ظهر قدرته ان هو يحط سكور وقدر ان هو النهارده يؤدي بشكل مميز جدا. عمرو الجندي النهارده كان فايق، كان مستوى كويس قوي. عوده ابو النصر النهارده كان في الديفنس رائع وعمل كام ستيل، كانوا طبعا مؤثرين جدا في وقت مهم. يعني كان معظم الناس اللي نزلت يعني ادت كويس بشكل كويس. الاداء طبعا مش احسن حاجه بس طبعا مش مهم، اهم حاجه ان احنا نكسب، لان ايه المهم ان احنا يبقى الاداء كويس ونخسر، لا الاداء يبقى يعني معقول ونكسب، لان ده بيخلينا ان احنا نطلع حواجز وننط بالحاجز لاخر عشان نقدر ان احنا نكمل ان شاء الله في المشوار. المشوار لسه طويل، كون الفرقه لسه مش مظبطه، لسه في اصابات، لسه في يعني حاجات من دي بتحصل، وارد طبعا ان احنا نقابل الكلام ده، لكن الحمد لله احنا بنكسب والاداء بيتحسن، من ممكن يتحسن الفتره اللي جايه، نقدر ان احنا نشتغل على نقطه ضعف. الفاول شوتينج، نسبه الفاول شوتينج النهارده واضح ان الفرقه اتمرنت عليها، بدليل ان هي جابت في اوقات صعبه كنا فعلا محتاجين لكل فاول شوتينج او رميه حره. بشكل عام الفرقه شكلها كويس مش وحش، عندها شويه برضو يعني نقط ضعف محتاجه ان هي تشتغل عليها طبعا اكيد، وان شاء الله نقدر فوزنا نشتغل عليها والحمد لله. يعني اهم حاجه طبعا اهم حاجه ان احنا فوزنا الحمد لله، والف مبروك للفريق والف مبروك للنادي الاهلي، ودايما ان شاء الله في مكسب ودايما ان شاء الله مبسوطين باذن الله. كابتن كريم الف مبروك. الله يبارك فيك كابتن هيثم، الف مبروك للفرقه والف مبروك للعيبه، الف مبروك للجمهور، مجلس اداره النادي الاهلي. مكسب مهم طبعا على نادي الزمالك، جاي بظروف خاصه، فخلينا نبص للصوره اجمالا، ان الفرقه كانت محتاجه مكسب النهارده باي شكل من الاشكال. يعني مش هضيف حاجه عن الكباتن قالوه، هو بس يعني هو حاجه بس نقطه واحده انا ملاحظها، ان احنا الشوط الثالث والرابع جبنا 32 بونت، انا مش فاكر انا شفت 3 بوينت واحده. تمام، فاست بريك، لما جرينا فاست بريك وجبنا فاست بريك الدنيا بتفرق، لما عملنا بنتريشن فضينا البيفوتات، ادينا ثقه لعمر طارق، فتحنا لعب البعض، فدي حاجه مهمه جدا. انا لما الاقي 3 بوينت ما افضلش مركز عليها لو هي الدنيا مش ماشيه فيها كويس، في بدائل كتير ان احنا نقدر نعملها، ودي حاجه برضو ايجابيه ان الفرقه دورت على ايه اللي ممكن يكون ماشي معاها النهارده بحيث انها تقدر تخرج من الماتش انها كسبان. يعني النهارده من بكره الصبح نبدا نقفل كلام في الماتش ده، احنا الماتش الجاي ان شاء الله بتلعب اول الدوري،
تمام، ده ماتش صداره، ف الماتش الجاي ان شاء الله هو اللي يخليك اول الدوري باذن الله. نبدا نركز عليه من بكره باذن الله، والف مبروك للعيبه كلها، واحنا بنشكرهم ان هم فرحوا الجماهير. صح، الف مبروك يا كباتن. وخلينا نروح لمداخله دايما ابدا كان بيعودنا في اللحظات يعني الحلوه بيبقى جنب النادي الاهلي، معانا اشرف سماره نجم منتخب الاردن السابق وايضا المحلل والمعلق الرياضي. اهلا بيك يا كابتن اشرف. اهلا فيك يا كابتن هيثم. الحمد لله وجه خير عليكم اليوم. الفرقه فازت وانت عارف علاقه بجماهير الاهلي ارتبطت ببطوله الانديه العربيه وفوز ببطوله الانديه العربيه. اكيد في البدايه ببارك للنادي الاهلي، ببارك لحضراتكم هذا الفوز ولجماهير النادي الاهلي. بس ما شاء الله في الاستوديو حبيت اشير انه في خماسي رهيب صراحه في الاستوديو، خماسي رهيب يعني فرقه باسكت كامله، يعني كابتن سلعه الكابتن اسلام وحضرتك كابتن كريم وكابتن خالد، يعني جاهزين انتم فريق خلاص اجهز بخمسه وتعالى لعبنا يا اشرف. لا ما اقدرش احصلكم اكيد. لا انت نجم كبير. عموما مبروك للنادي الاهلي اليوم الفوز. اليوم كانوا كبدايه كابتن هيثم كان في ضغط كبير بعد خساره مباراه التأمين، والدليل انه تاخروا 12-2 مع بدايه الربع الاول. دفاعيا كانوا مجهزين، هجوميا ايضا ما كانوا مركزين. الزمالك عمل 15 نقطه بس بالربع الاول عن 3 بوينت، وهذا رقم كبير انه يسجل فريق واحد بربع خمس ثلاثيات. وبالتالي الزمالك انهى الربع الاول عن نتيجه 23-14. الاهلي ما دخل باجواء اللقاء الا لما الكوتش اغوستي رجع بعمر طارق عرابي كلاعب سنتر اساسي، لانه بنعرف نحن بدل جيم بعبد الله ناصر وسيف سمير، وهي معودنا عليها الكوتش اغوستي انه يجي بعرابي، مع انه طبعا اللاعب الاهم في مصر على المستوى الارتكازي من البنش. كمان الجندي اجى من البنش، لما صار الجندي مع عمر طارق مع مهيب مع تومسون على ارض الملعب الفرقه اختلفت دفاعيا هجوميا، وقدروا يكسبوا بالربع الثاني بعد ما كانوا متاخرين بالربع الاول 23-14. عملوا دبل سكور ريتش سكور بالثاني 18-9. شفنا الدفاع اصبح اكثر تركيز، وشفنا حتى الاوفنس عادي، وعمر الجندي كان بيقدر يشوف. الزمالك دخل بالكورتر الثالث بعدها الكورتر الثاني بمعنويات اعلى، كان اول تقدم للنادي الاهلي 34-32، وقدر يركب الجيم زي ما بتقولوا. بطبيعه الحال الاهلي اعلى فارق عمله بالجيم كان فارق 47-42 67-60، وحتى على نتيجه الفاينل جيم كابتن هيثم 71-64، يعني كان مميز الرقم 7 عند النادي الاهلي حتى انه رفع رصيده على جدول الترتيب لفارق 7، مع العلم انه انهى ايضا الربع الرابع على فارق 7-21-14. بالنسبه للزمالك اعلى فارق عمله بالجيم كان 26-14، بينحسب للنادي الاهلي هالكمباك. ما كنت مستغرب للكوتش اغوستي لانه بيعرف كيف يقلب الجيمات، والدليل في اكثر مباريات بالصفر كيف بيقدر يقلب الجيمات حتى لو بالدقائق الاخيره. نعم. اليوم تومسون عمل 19 نقطه، الجندي كان عمل 23 نقطه، عمر طارق عمل شغل دفاعي رهيب مع 10 بوينت 10 نقاط. الدروب اللي حاب اشيره للنادي الاهلي، قبل هيك قبل ما اشير للدروب في النادي الاهلي لازم اعطي حقه لمهيب، لانه كان مهيب احمد مهيب من الاسماء اللي جاي من البنش بتعمل الفارق دفاعيا وهجوميا، لكن في بعض الاسماء اعتقد عليها المراجعه يعني حساباتها والاستثمار فيها في الوقت القادم بالنسبه للكوتش اغوستي. عمر عزب اليوم حاطط 2 بوينتس وبنعرف كان عنده اصابه. ايضا عمر زهران اليوم حاطط 2 بوينتس، فعاليته المفروض تكون اقوى هجوميا لانه راح تساعد النادي الاهلي. اليوم بالزمالك اللي كان عندهم النقص كان انه سوزا عامل 20 نقطه وكيكو مصطفى كيكو عمل 60 بوينت 16 نقطة، ما عدا ذلك ما حدا ساعدهم. بعودة أنس أسامة للزمالك أكيد رح يزيد، بعودة إيهاب أمين رح يزيد أيضا للنادي الأهلي على مستوى الأوفنس، لكن اليوم عمر زهران وأبو النصر وعمر عزب عاملين بس 4 نقط. يعني هالثلاث لاعبين عاملين 4 نقط، اليوم سيف سمير عامل 5 نقط، وهالثلاث لاعبين تحديدا عمر زهران عمر عزب أنا بعرف بيقدر يساعد الكوتش أغوستي والنادي الأهلي في المباريات المقبلة. الآن في نقطة مهمة تتداولوها، انا طولت عليكم معي. لا خالص بالعكس احنا مستمتعين بيك يا كابتن اشرف. اليوم في مركز 4 باصابه مروان سرحان واحمد حمدي اللي راح لظروف الولايات المتحده الامريكيه، مهم كثير استثمار بعبد الله ناصر في المباريات اللي ما بدي اقول صعب سهله، لانه ما في شيء سهل بدوري السوبر. في المباريات اللي اقل ضغطا، يعني انت عارف مباريات الزمالك الجزيره الاتحاد السكندري يحتاج لاعبين خبره. نعم. عبد الله ناصر لسه خلينا نقول كلاعب شاب قد يكون مباريات اخرى ياخذ خبرات يستفيد منها. اليوم في حاجه شفتها للكوتش اغوستي انه لعب سيف سمير بوزيشن 4 ولعب لعمر طارق عرابي مركز 5،
هاي التشكيله ان يكون سيد سمير بمركز اربعه والكابتن عمر طارق عرابي بمركز خمسه قد نشاهدها مع الاتحاد السكندري مع الجزيره او في المباريات الصعب. نعم وتحليل كميل جدا منك كابتن اشرف الحقيقه، يعني اللي ما شافش الماتش وسمع تحليله خلاص كانه شاف الماتش الحقيقه. فيعني الله يخليك، بدي اشير انه الرقم سبعه كان مميز عند النادي الاهلي. صحيح صحيح. اعلى فارق عمله النادي الاهلي طيله احداث المباراه فارق 47 42 67 60 وانهى المباراه على 71 64. حتى النادي الاهلي انهى الربع الرابع على 21 14 كان برضه فارق سبعه، واكيد رفع الفارق ورفع رصيده على جدول الترتيب لسبع نقاط. ومن جديد بقول لك مبروك كابتن هيثم. مبروك ليك يا كابتن اشرف، ودايما بنحاول نشاركك معانا في اللحظات الحلوه. ومعلش سهرناك انت في دبي، بس معلش يعني عشان خاطر النادي الاهلي تسهر شويه معلش. طبعا اكيد انا جاهز دايما. النادي الاهلي فريق يحترم كاداره كجماهير كعمل، لانه بصراحه بهمنا يكون في فريق عربي بهالتنظيم وبهالمستوى اللي حافظ عليه، وان شاء الله البطولات للنادي الاهلي في قادم الايام ان شاء الله. اشرف سماره نجم منتخب الاردن والمعلق والمحلل الرياضي الكبير من دبي، بشكرك شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين يعني انا بشكر حضراتكم جدا النهارده، معلش النهارده كان يوم طويل بس اكيد كان يوم ممتع. بشكر ضيوف اللي نوروني في الاستوديو، كابتن سلعاوي بشكرك شكرا جزيلا، كابتن اسلام بشكرك شكرا جزيلا نورتيني وشرفتني، كابتن خالد بشكرك شكرا جزيلا، شكرا كابتن هيثم، كابتن كريم بشكرك نورتيني وشرفتني. الف مبروك الف شكر. اعزائي المشاهدين الف مليون مبروك، يوم سعيد، يوم حتى كسرنا فيه الارقام. بشكركم شكرا جزيلا، واستنونا في جولات جديده مع استوديو الابطال. بشكركم على حسن المتابعه.